وليه ما كملتش في الإذاعة التلفزيون؟ مين اللي قال ما كملتش؟ أنا يعني قعدت يعني التلفزيون لوحده 10 سنوات كاملة من 14 مايو 1971 ل 3 سبتمبر 1981، وقبلها 15 سنة على التوازي في الراديو، وده كان أكتر من كفاية. عملت إضافات تاريخية لكل من عملي في الميديا سواء الراديو أو التلفزيون، وكنت عايز مشروعي اللي هو بتاع السينما ان انا اعمل السينما بتاعتي. فده كان عايز يعني اقول تفرغ، وانا اصلا كنت مقرر ده من بدري من 71، بس اديت 10 سنين للتلفزيون مع الراديو بعد قراري اللي خدته في 71، لان السينما اللي انا عايز اعملها ما فيش منظومه مؤسسيه في الكون ممكن تمكنني من عملها، لازم اعمل انا منظومتي المستقله عن العالم اللي تمكنني من عمل ما احب. يعني كان ايه هو القرار اللي انت اخدته سنه 71؟ اخدته في نهايه 71 لما توقف اول برنامج ليا اللي هو كان فلاش، وده كان يعني برنامج منوع وكان بيحظى بقبول شديد جدا. ده كان اول برنامج اعمله وانا يعني كان لسه عندي 22 سنه او كذا او 23 على الاكثر. انا قلت سنه كام؟ 71، نهايه 71 ده بعد اشهر يعني من بدايتي. لكن كان بيعمل نقادات يعني بينقل رؤى الناس وكتاباتهم النقدية لسياسات التلفزيون، والتلفزيون ما احتملش انه يعني كذا فوقف البرنامج. طيب انا في الوقت ده خدت قراري to be an independent film maker، ان اكون صانع فيلم مستقل. 3 كلمات، انا مش ما فيش اطار، انا مستعد ان انا اقبل انه يحدني او يربك خططي او يعطلني او يقيدني او يفرض عليا شروطه او سياسات. اصبحت انت تعمل كل الافلام بتاعتك من From A to Z كله لوحدك؟ بالظبط. بس انا بقول بقى ده كان 31 ديسمبر 71 اللي انا القرار اللي انا خدته اللي هم يوم ما وقفوا البرنامج بتاع فلاش ده، لكن انا استمريت 10 سنين بعدها لحد سبتمبر 81 مانحا للتلفزيون يعني في المهامش اللي كنت شايف انه يحتمل انه اعمل حاجات بحبها، وفي نفس الوقت كنت بعلي السقف بتاع الهامش ده طول الوقت لحد ما النظام ممثلا في رأس رئيس الجمهورية اصدر قرار جمهوري بمنع ومصادرة كل من يفكر في مصر يعني، فاصدر قراراته الشهيرة اللي هي بتاع سبتمبر 81 واللي ادت لاغتياله بعدها بشهر، وانا كنت الوحيد من بين اللي بيشتغلوا في التلفزيون الذين شملهم هذا القرار مع كل اساتذه الجامعه ورؤساء. يعني هو كان قرار جمهوري، قرار جمهوري شامل من اول البابا اللي قعد 8 سنين في الوادي النطرون الى كل رؤساء الاحزاب الى اساتذه الجامعات الى الصحفيين الى اخر الاخر، وكنت انا الوحيد من التلفزيون من بين ال 1500 واحد اللي اتسجن معظمهم بعضهم واللي اتشرد بعضهم واللي اتوقف وكذا. انا نقلت وظيفتي اللي هي موجوده في الاذاعه كمذيع، ونقلوني الى هيئه الاستعلامات كنوع من النفي يعني. فاذا باول قرار يصدره رئيس هيئه الاستعلامات اللي كان لسه بيتولى في ذلك التاريخ المسؤولية انه يعيني مستشار لرئيس الهيئة ومسؤول عن كل انتاج هيئة الاستعلامات، وسرعان ما الغي هذا القرار الجمهوري بقرار جمهوري باغتيال السادات، اول قرار جمهوري اصدره رأس الحكومة رأس الدولة يعني اللي تولى بعد اغتيال السادات، هو الغاء القرار الجمهوري اللي عمله السادات وادى الاغتيال صادر على كل العقل. يعني دي كانت اخر مره تشتغل مع التلفزيون الحكومي او تلفزيون بتاع الدوله؟ لا، دي كانت اخر مره اقرا نشره الاخبار اللي قعدت اقراها 10 سنين، لكن انا كانت ليا يعني انتاج من نوع متنوع يعني افلام عملتها زي حولات سي وبعدها في مراحل بس قليل بقى يعني. انا اساسا كنت احتشدت بكامل طاقتي
لإنشاء المؤسسة بتاعتي المستقلة اللي هي المركز العربي للإنتاج الوثائقي وإنتاج أعمالي اللي هي الموسوعات الرئيسة الثلاثة، موسوعة المدن وموسوعة أعلام القرن العشرين ووصف مصر والحياة في المتوسط وغيرها من موسوعات سينمائية متعددة. وامتى بقى قرية تونس دخلت في القصة الجميلة؟ فيما بين يعني سنوات دخولي الجامعة وأنا عندي 16 سنة ولحد ما اتخرجت وأنا عندي 20 سنة، كنت لفيت مصر شبرا شبرا، الواحات كلها يعني البحر الأحمر إلى منتهى، البحر الأبيض لمنتهى، شرق وغرب النيل، أبو سنبل، حلايب، في كل مكان، النوبة إلى آخر. إذا كنت لفيت مصر شبرا شبرا بالمعنى الاصطلاحي مش المجازي، وكنت بعمل ده الصبح قبل ما اسافر بره مصر او الف المتوسط اللي انت سالتني عنه او اروح اخرج بره. يعني حضرتك لفيت مصر كلها اوتو ستوب، بعد كده ابتديت انك تلف العالم كله اوتو ستوب بعد ما اتخرجت واشتغلت. يعني قبل ما تتخرج لفيت مصر اوتو ستوب، بعد ما اتخرجت لفيت العالم كله اوتو ستوب. بالظبط. فده جانب. طبعا علاقتي بالتالي من خلال هذه الاسفار كانت بالطبيعه يعني بالطبيعه بالدنيا، يعني اللي هي مش في المدينه. المدينه دي بتبقى يعني قصدي اقول انه يعني شكل من اشكال الحياه بتفرض طبيعتها. انما يعني انا كنت حابب دايما، اخترت تونس بين غيرها يعني الاعتبارات، يعني عايز اقول عشقي لجمال الطبيعه فيه. امتى اول مره تيجي قريه تونس؟ في نهايه السبعينات كده. كان عندك كام سنه تقريبا؟ في نهايه السبعينات يعني كان عندي 30 سنه تقريبا، قبل 40 سنه يعني من الان.